يؤمن المحرك حركة السيارات. دوران العمود المرفقي الموجود في المحرك يؤمن حركة العجلات من خلال عمود الإدارة. يمكن تغيير عدد الدورات التي تدورها العجلات بدورة واحدة للمحور القائد بمساعدة آلية تغيير السرعة. عند وضع علبة السرعة بوضعية منخفضة تكون السيارة قوية وبطيئة، بينما عند وضع علبة السرعة بوضعية عالية تكون السيارة أسرع وموفرة للوقود وتسارعها أضعف. أكثر المحركات انتشاراً في السيارات هو محرك أوتو رباعي الأشواط. مبدأ عمله تحويل حركة المكابس التي تتحرك للأعلى والأسفل إلى حركة المحور القائد الدائرية. المحور القائد يحرك عمود الإدارة، وعن طريق قشاط الصدر يحرك محور الصمامات. محور الصمامات يؤمن حركة الصمامات، والتي يؤمن تناغم فتحها وإغلاقها، سحب الوقود وقذف فضلات الاحتراق. الشوط الأول لعمل المحرك هو السحب. في هذه المرحلة يتحرك المكبس نحو الأسفل محدثا انخفاضا في الضغط داخل الأسطوانة. ينفتح صمام السحب فيدخل خليط البنزين والهواء من المازج إلى الأسطوانة. الشوط الثاني هو شوط الضغط. تكون صمامات السحب والعادم مغلقة. يتحرك العمود المرفقي للأعلى رافعا معه المكبس، وهكذا يتم ضغط خليط البنزين والهواء، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الخليط. الشوط الثالث هو شوط القدرة أو الاحتراق. تشعل شمعة الاحتراق خليط البنزين والهواء المضغوط، مما يتسبب بانفجار يعيد المكبس إلى وضعه الأساسي. الشوط الرابع هو شوط العادم. يتحرك المكبس للأعلى فاتحا الصمام العادي، مما يؤدي إلى قذف فضلات الاحتراق. في المحرك نلاحظ أن حركة المكبس الخطية تتحول إلى حركة دائرية تدير المحور القائد. الطاقة اللازمة لحركة المكبس يؤمنها احتراق البنزين. مؤشر البنزين هو عدد الأكتان. كلما كبر عدد الأكتان كلما كان البنزين أكثر قابلية للضغط من دون أن يشتعل بواسطة الاشتعال، وهكذا تزداد كفاءة المحرك.